السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. فيديو اليوم غادي تشوفوا معايا التحضيرات ديال عيد الفطر وشي لقطات مع عيد ميلاد ديالي. سرور تجلى وبالروح حلى ونور أطلى، فماذا نريد؟ نريد التهاني وطيب الأماني وعذب الأغاني بعيد سعيد. ودانا ودندانا يا سعدنا الآن، الفرح يلقانا على شكل عيد. ودانا ودندانا يا سعدنا الآن، الفرح يلقانا على شكل عيد، على شكل عيد. سرور تجلى وبالروح حلى ونور أطلى، فماذا نريد؟ نريد التهاني وطيب الأماني وعذب الأغاني بعيد سعيد. ودانا ودندانا يا سعدنا الآن، الفرح يلقانا على شكل عيد. ودانا ودندانا يا سعدنا الآن، الفرح يلقانا على شكل عيد، على شكل عيد. وعاما فعاما نحن غراما ونحلو إذا مات من جديد. ولو كان يوما سنحياه دوما، هو العيد لما يحل يجود. ودانا ودندانا يا سعدنا الآن، الفرح يلقانا على شكل عيد. ودانا ودندانا يا سعدنا الآن، الفرح يلقانا على شكل عيد، على شكل عيد. Thank you.
individuals with each other. وطيب الأماني وعذب الأغاني بعيد سعيد. ودانا ودندانا يا سعدنا الآن، الفرح يلقانا على شكل عيد. ودانا ودندانا يا سعدنا الآن، الفرح يلقانا على شكل عيد، على شكل عيد. وطيب الأماني وعذب الأغاني بعيد سعيد. ودانا ودندانا يا سعدنا الآن، الفرح يلقانا على شكل عيد. ودانا ودندانا يا سعدنا الآن، الفرح يلقانا على شكل عيد، على شكل عيد. وعاما فعاما نحن غراما ونحلو إذا مات من جديد. ولو كان يوما سنحياه دوما، هو العيد لما يحل يجود. ودانا ودندانا يا سعدنا الآن، الفرح يلقانا على شكل عيد. ودانا ودندانا يا سعدنا الآن، الفرح يلقانا على شكل عيد، على شكل عيد. شريت الشمع في الغوز الواحد والسبعة، شريت هاد الورد ديال الديكوراسيون، وشريت هاد المعطر ديال الجو ديال يارا، شريت حتى هاد الشامبو هذا ديال الأفيف ديال لوريال في الحجم الكبير، فيه 380 مليلتر. أنا كان فايت عندي هذا ولكن قرب يكمل لي، فيه 250 وبدلته بهذا. انا ديجا كان عندي هاد السيروم ديال الفيف وشريت معاه الشامبو ديالو. في حوايج الحلوى جبنا هادو الرقائق ديال الكوكو، وجبنا الشيكولا البيضاء. صافي شي الاخر كلشي عندنا في الدار، هما اللي كانوا خاصين.
تجلى وبالروح حلى ونور أطلى فماذا نريد؟ نريد التهاني وطيب الأماني وعذب الأغاني بعيد سعيد. ودانا ودندانا يا سعدنا الآن الفرح يلقانا على شكل عيد. ودانا ودندانا يا سعدنا الآن الفرح يلقانا على شكل عيد على شكل عيد. وعاما فعاما نحن غراما ونحلو إذا مات من جديد. ولو كان يوما سنحياه دوما هو العيد لما يحل يجود. ودانا ودندانا يا سعدنا الآن الفرح يلقانا على شكل عيد. ودانا ودندانا يا سعدنا الآن الفرح يلقانا على شكل عيد على شكل عيد. دابا غادي نوريكم الكادو ديال عيد الميلاد اللي جابت لي صاحبتي. هو هذا نحلو معاكم. جابت لي هذا الخاتم فيه قلب فرغوص بحالو بحال هذه ديال البانيو. هذه كتعطي لكم الريحه واللون وفيها حتى البريو في البانيو كديروها في البانيو في الجو الدوشو. وهذه ديال المكياج تقدروا ديروا فيها حتى لي زكسسوار. وصافي هادو هما الحوايج اللي جابت لي صاحبتي في عيد ميلادي. كنقولها شكرا بزاف ونعطيهم لك بساعة الخير. ودابا غادي ندير لكم خاول ديال الحوايج اللي شريت للعيد. اول حاجه غادي نبدا بها هي السبردينه. شريت هذه أديداس سامبا فيها الكحل وهذا الخضر بارد مايل شويه للجريس. اختاريت هذا اللون لحقاش كيجي مع كاع الالوان يعني الكسوه اللي لبستوها يقدر يجي معاها. في الكسوه شريت هذا الصالوب ديال الجين عنده هنا اليدين قصار ومن هنا طويل في رجلين. في الجيوب هذا تقدروا تلبسوه في الصيف وحتى في الشتاء تقدروا ديروا تحته شي حاجه. وشريت حتى هذا الصاك في البيج عنده هنا اليد في الذهبي وهذه هي الصنطه ديالو. هذا شريته من بريمارك هو وهذا الصالوبيت بجوج شريته من بريمارك. ومن بريمارك شريت حتى هاد الضفار في الغوز بيبي 24 ضفر ومعهم الكولا باش يلصقوا. واخر حاجه هما هاد الحلقات ديال شين. وشريت حتى هاد الريحه هذه ديال يارا الحجم الصغير فيها 50 مللتر بحالها بحال هاد المعطر كنت وريته لكم قبل في الفيديو. وصافي حد الان هادشي اللي شريت ونتمنى يكون عجبوكم.